فالطبيعة الحال كانت مقابلة جيدة، هو انه خاص ما كانش واحد الفريق اللي هو سهل. الحمد لله وجدنا المقابلة بما يكفي، وكنظن انه هذا الوضع الطبيعي اللي خصو يكون في الفريق الرجاوي البيضاوي انه يتأهل لدور المجموعات. انا كنشد حرارة كبيرة على اللاعبين لانهم طوّت هذه الفترة، حاولنا امكن نبقاو مركزين لانه هذا التأهل لدور المجموعات كان كيبقى كان من الأولوية في ظل المحدودية ديال الحلول اللي كانت عندنا. الحمد لله قدرنا نتوفقوا باش نقدروا نجيريو، لأنه من نهار التعاقد ديالنا هنا مع فريق الرجاء البيضاوي كان نوجدوا بعض الحلول حتى يكونوا عندنا لاعبين اللي هما نقدروا ندوروا بهم ليفيكتيف، والحمد لله نجحنا لحد الساعة في هذه المهمة باش نقدروا نديروا لاجيستيون ديال الجروب. والدراري عاونونا الصراحة بواحد الشكل كبير لأنهم كانوا ملتزمين وكانوا عارفين اشنو تابعوا. فكيف قلت أنا فريق الرجاء البيضاوي كل شيء الجمهور ديالو كيتسنى أنه يظهر بواحد الشكل كبير، لكن لحد الساعة احنا غادي لأنه الكل كيتكرر كيفاش نهى الرجاء البيضاوي وكيفاش نهى الموسم ديالو، لكن حتى واحد ما بقى عاقل على كيفاش بداه. وهذوما الحويجات اللي الجمهور خصهم يردوا معاهم البال، لأنه البداية دائما كتكون صعبة مع ستاف جديد مع مجموعة ديال اللاعبين جداد. لكن اليوم كنحاولنا يمكن نشتغلوا باش نرجعوا بالقوة في ظل الانتدابات اللي دارت، لأنه كنظن الانتدابات وازنة، لأنه هذه مدة ما شفنا لاعبين محطين اللي هي موجودة اليوم. سيدي جوار انترناسيونال اللي كيلعبوا في ليزيكيب ناسيونال، دونك بهذه الجودة هذه كنظن أنها غتكون واحد الإضافة كبيرة. يلزم الفريق بس شوية طبيعة الحال طريت، لأنه دائما كتبقى ديما عندنا الصورة الأخرى. أنا كيف قلت لك حتى واحد ما بقى عاقل على البداية ديال فريق الرجاء البيضاوي مع زيمباوا، لكن النهاية كانت جيدة. وهذا هو اللي الإنسان خصو يداركو، لأنه ماشي من السهل أنك تبدل مجموعة ديال اللاعبين، تبدل الستاف وتحاول على وتحافظ على نفس النصائح. كاين واحد المجهود اللي هو كيتبدل في إطار العمل. اللاعبين غادي يفهموا الطريقة اللي غيبغي المدرب يخدم بها، وإن شاء الله غادي يكون غير الخير. شكرا جزيلا. مرحبا.